قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم حبايبي وحبيباتي. والترم الثاني واللغة العربية، ياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي ما فعلش الجرس يفعله إن شاء الله حتى تصلوا فيديوهاتنا تباعا. يلا مع بعض. بسم الله. بيقول لي من درس إني رأيت نملة، أجب عما يأتي. قال الشاعر: إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال. هات ما يأتي معنى تستطع ومفرد الجبال وجمع الطعام ومضاد وحدها. هنقول له معنى تستطع أي تقدر، ومفرد الجبال أي الجبل، وجمع الطعام الأطعمة، ومضاد وحدها مجتمع. ومضاد وحدها إيه؟ مجتمع. طب السؤال الثاني بيقول: ماذا رأى الشاعر بين الجبال؟ هنقول له: رأى الشاعر بين الجبال نملة. السؤال اللي بعد كده: صف حال النملة وهي فوق الرمال. هنقول له: كانت النملة في حيرة بين الجبال. يبقى صف حالها، يبقى حالها كان ايه وهي فوق الرمال من الأبيات يا حبايبي. يبقى هنقول له: إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال. يبقى كان حالها ايه وهي بين الجبال وفوق الرمال؟ هنقول له ايه؟ في حيرة بين الايه؟ بين الجبال، ولم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال. السؤال اللي بعد كده بيقول: ما الجمال في قول الشاعر في حيرة بين الجبال؟ هنقول له: تعبير جميل يشير إلى الموقف الذي كانت فيه النملة متحيرة وغير قادرة على مجابهة الموقف بمفردها. يبقى في حيرة بين الجبال ده تعبير جميل يوضح ويشير للموقف اللي كانت فيه إنها إيه؟ كانت غير قادرة على إنها تحمل الحمل إيه؟ بمفردها. السؤال اللي بعد كده بيقول: نادت على أخت لها تعينها فالحمل ما لم تستطيع حمله، تذكر قولا يقال: تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال. لماذا نادت النملة على أخت لها؟ نادت النملة على أخت لها لتساعدها في حمل الطعام. يبقى ليه النملة نادت على أخت لها؟ تمام، هنقول له لتساعدها ايه؟ لكي تساعدها في حمل الايه؟ الطعام. طب ما القول الذي تذكرته النملتان؟ القول الذي تذكرته النملتان: تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: ما أثر التعاون في الحياة؟ هنقول له: التعاون يأتي بالخير ويذلل الصعاب. بيقول: استخرج من البيتين اسما مفردا واذكر جمعه وفعل وحرف وأسلوب أمر. هنقول له الاسم المفرد هنقول له أخت، طب جمعه إيه؟ أخوات. طيب الفعل هنقول له نادى، طب والحرف على. طيب أسلوب الأمر تعاونوا جميعكم، ده أسلوب أمر يعني بيبدأ بفعل إيه يا حبايبي؟ بفعل أمر. يبقى هنقول له الفعل إيه؟ تستطيع أو نادت، تعين، تذكر، كل دي أفعال يأتي، كل دي إيه؟ أفعال. طيب الحرف على، تمام. طيب أو حرف الجر باء، برافو علينا، تمام. طب الأسلوب الأمر اللي هو يبدأ بفعل الأمر اللي هي إيه؟ تعاونوا جميعكم. السؤال اللي بعد كده بيقول: نادت على إخوانها، جاءوا جميعا بالحبال، جروا معا طعامهم، لم يعرفوا شيئا محال. أكمل ما يأتي معنى جروا ومفرد الحبال وجمع شيء ومضاد يعرفه. هنقول له معنى جره أي شده، مفرد الحبال الحبل، وجمع شيء أشياء. طب مضاد يعرفه يجهله. بيقول لي السؤال اللي بعد كده: لماذا نادت النملة على إخوانها؟ هنقول له: نادت النملة على إخوانها ليساعدوها في حمل الإيه؟ الطعام. طب السؤال اللي بعد كده بيقول: بما جاء النمل إلى أخته كما تفهم من البيت الأول ولماذا؟ بما جاء النمل إلى أخته، جاب إيه؟
بالحبال، تمام. طب ليه؟ ليجروا بها الطعام. يبقى جاء النمل لأخته بالحبال ليجروا بها الطعام. بيقول لي ما الجمال فيه؟ لم يعرفوا شيئا محال. هنقول له تعبير جميل يدل على أن العزيمة الصادقة والتعاون الخلاق يجعل المستحيل ممكنا. يجعل المستحيل إيه يا حبايبي؟ ممكنا. يبقى بالتعاون والعزيمة الصادقة، تمام، أكيد كل شيء مستحيل هيبقى إيه؟ هيصبح ممكنا. السؤال اللي بعد كده بيقول لي، قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. بيقول لي هات ما يأتي معنى دابة وجمع بطن ومفرد رجلين. هنقول له معنى دابة هي كل مخلوقات الله التي تدب على الأرض. من مخلوقات الله تعالى التي تدب على الإيه؟ على الأرض. يعني الإنسان دابة والحيوان دابة، تمام يا حبايبي. جمع بطن بطون، ومفرد رجلين رجل، ومفرد رجلين إيه؟ رجل. بيقول لي اذكر مثالا لما يمشي على بطنه، ومثالا آخر لما يمشي على رجلين. طبعا اللي بيمشي على بطنه فاكرينه؟ هنقول زي الثعبان، تمام. طب مثال آخر يمشي على رجلين، هنقوله زي الإنسان، تمام. طيب ما اسم الصورة التي من هذه الآية الكريمة؟ هنقوله هذه الآية الكريمة من سورة النور. يبقى هذه الآية الكريمة حبايبي من سورة إيه؟ من سورة النور. السؤال اللي بعد كده بيقول لي أكمل شبكة المفردات. طبعا كلنا عرفنا خلاص شبكة المفردات، كلمة سهلة جدا وسؤال سهل جدا وبسيط، بيديني كلمة وعايز الكلمات المرتبطة بيها. يا ترى حشرة، ايه الكلمات اللي مرتبطة بحشرة؟ طب تعالوا هنا بقى هنشوفها مع بعض. هنقول له الحشرة دي زي الذبابة، زي الفراشة، زي النحلة، زي النملة، زي البعوضة، زي الصرصور، وايضا ممكن نقول ايه. السؤال اللي بعد كده اعطيني كلمة محال وعايز اعرف نوعها ومعناها والمضاد بتاعها، ونحط الكلمة في ايه؟ في الجملة. طب تعالى معايا يلا، ها محال، يا ترى دي نوعها ايه؟ تمام، انا سامعة ناس بتقول اهي نوعها اسم. ليه؟ لان لو حطيت لها الالف واللام هينفع نقول المحال يعني المستحيل، تمام. اهو انا قلت معناها محال يعني ايه؟ يعني مستحيل، تمام. طب عكسها ممكن. طب لو نحطها في جملة هنقول له مع العزيمة والإصرار لا يوجد محال. يبقى مع العزيمة والإصرار، أو ممكن نحطها في أي جملة أخرى. بيقول لي السؤال اللي بعد كده أكمل شبكة المفردات، عندي كلمة الطعام، يا ترى إيه الكلمات المرتبطة بالطعام؟ هنقول له الأرز، اللحوم، الفاكهة، الخبز، السمك، أي نوع من أنواع الإيه؟ الأطعمة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي صنف الكلمات التالية إلى كلمات تدل على الحركة وكلمات تدل على الصوت. نخلي بالي، عطيني بعض الكلمات وعايز يقول لي طب إيه الكلمات اللي دلت على حركة وإيه الكلمات اللي دلت على صوت. كلمة حيرة، حمل، الرمال، نادت، مال، حمله، قولا، تعاونوا، جاءوا، جروا. تعال نشوف مع بعض كده ايه الكلمات اللي دلت على حركة. هنقول له الكلمات اللي دلت على حركة حيرة، الحيرة ايه؟ الانسان بيكون محتار بيروح ويجي، تمام. ها حمل، يبقى ايه؟ حاجة بايه؟ بيحملها يعني بيشيلها. طب الرمال، مال، الرمال برضو دلت على حركة، مال دلت على حركة، حمله دلت على حركة، تعاونوا، تعاون دل على حركة، جاءوا دل على حركة، وجروا دل على حركة. طب ايه الكلمات اللي دلت على الصوت؟ هنقوله نادت وقولا، نادت دلت على الصوت، وقولا دلت على الصوت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هات ما يأتي مفرد الجبال، وعايز مفرد الرمال، ومفرد اخوان، ومفرد الحبال. ممكن نحطهم له في جدول زي ده كده،
نقول له مفرد الجبال الجبل، ومفرد الإخوان أخ، ومفرد الرمال الرمل، ومفرد الحبال الحبل. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لي عايز جمع نملة وجمع الحمل وجمع الخير وجمع قوس، ممكن برضو نحطه له في جدول زي ده ونقول له نملة جمعها نمل، والخير جمعها الخيور، والحمل جمعها الأحمال، وقول جمعها أقوال. كده يا حبايبي نكونوا ايه جمعنا او اخدنا كل الاسئلة اللي هي على الدرس اني رأيت نملة. يا رب تكونوا استفدتوا وتسمعوا الفيديو اكتر من مرة وتشيروا لأصحابكم حتى يستفيدوا، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، وبالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.